بالولادة بالشاب بدب الصايح بالدار، بس قالت آخ، بتقوم العالم تتراثع تتركوض، بتبلش أول ما بتطلع ما هي بتعرف إنه اللي بدها تخلف دعاويها مستجابة، بصير تطلع عمتها الله لا يوفقك إن شاء الله يلي ببالي، مين اللي ببالش ما تطلع عمتك، مين اللي ببالش يعني عماتك، المهم لجوزها الله لا يقشعك خير أنا قاعد أموت الله لا يوفقك والله ما شفت اليوم المسعد، بتقوم القيامة بيقوم عاد بروح بجيبه سيارة عراضة نظامية، السيارة شو 4000 أو كية 2700 ومده حصيرة ورا، وبتبلش عاد النساوين اللي حواليها ادعي لفلانة وادعي لها تخلص دعاوي عجوزها وجهت بعدين تدعي لكن، المهم بخذوها بروحوا بعد شوي، بس يخذوها بعد شوي بتطلع الدكتور أو الدكتور بقولوا تعالوا خذ مرتك، بعدها بداية الشهر التاسع بس ما أكل جاجة ومتضايقة والله أنا ما أكل جاجة غير يصير أطلق